أصدقاء التي في
رأسه بطة وهذا ديك. هذه بطة وهذا ديك. الجملة الثالثة: الأطفال الذين غابوا سافروا. الأطفال الذين غابوا سافروا. الجملة الموالية: القطة التي تموء جائعة. الجملة الأخرى: هذان هران وهذان قطتان. الجملة الأخيرة: الكلبان اللذان نبح مريضان. إذن انتبهوا معي أطفالي إلى هذه الجملة. سوف نقوم الآن بإنجاز التمرين. سوف أعطيكم قليلا من الوقت لتفكروا وتنجزوا هذا التمرين.